هذا جونا بطبيعة في برنامج نهارك زين على قناة حنا بعل، نجيكم كل سبت وحد لحداش متاع الصباح، واللي فاتت الصبحية متاعنا ويقعد يصبح ريخش كيما نقولوا احنا، ينجم يتفرج فينا في الإعادة الأربعة متاع العشية. ولا حافظة الشيف، حافظة أنت لسه. شيف وين وصلنا؟ وصلنا حبيت نوريكم الفون دو تارت اللي هي البات سكري واللي هي بالفارين هذه، يعني مشيت احسن من الفارين النورمال الحقيقه، شدت روحها. دونك نعطيك الغوسيت نتاع هذايا مره اخرى. كيلو فارينه، رطل زبده ولا مارغارين، و 400 غرام سكر غلاس، سكر محور، وحار هضم. تخي بيان تخي بيان. بالطبيعه جيت هكاك على خاطر عندنا الفارين نتاعنا ساكسيد اللي هي من دار الهيد لايت، حاجه بالحق منتوج تونسي 100%، سيرتو لي تونسي. فوالا لونه ياسر مزيان، لونه هكا يعطي اللون الدوري، لون ذهبي، وكما تشوفوا في النتيجه قدام عينيكم بالحق معناها حاجه ممتازه على الاخر. اللي يميز البرودوي هذا اللي هو برودوي سون غلوتين، اللي هو معناها موجه بدرجه اولى للناس اللي عندها مرضية سيلياك والا اللي تعاني من حساسيه في القمح. بالطبيعه نعرفوا انه المنتوجات هذه تكون غاليه شويه على خاطر نستوردوها من برا، هذيك علاش نفرحوا برشا وقت اللي نلقاو منتوج تونسي بسوم في متناول الجميع. لكن الفارينه نتاعنا راهي مش كان للناس اللي عندهم حساسيه من القمح، يمشي مع الناس الكل، الناس اللي عندها نظام غذائي معين، الناس اللي تحب تعمل سبورتيس، الناس تعمل سبور كيف كيف، صغيراتنا وقت اللي يحبوا مثلا نعملوا لهم كوتي نتاعهم كيك كل يوم، راهو ينجم يكون بالفارين هذيا ساكسيد. وبنينه بنينه نو، معناتها الريزلتا اللي تخيب بالحق بنينه معناتها، والتكستور نتاعها ياسر محلاها بالحق معناتها، عطات ريزلتا باهي الحقيقه معناتها. الفو لافوي في الـ في الـ في الحلو انا مشيت معايا بالكدا بالكدا. الحاجه اللي عجبتني زاد انه الباكو معناها الحلين نتاعو بخاتيك على الاخر، ويتسكر هكايا ما يتبزعش، معناها ما تقعدش مثال تخمم وين باش تحط وين باش تفرغ، والا شاطر ويتبزع في القاع. لا بالعكس، معناها الامبلاج ياسر مزيان. ابار الامبلاج هذايا ابار مزيان، مي سي سوليد معناتها، خشينا الباكو خشين اللي حتى كي هكا يتبل ولا حاجه ما تخافش عليه. فهمت؟ دونك متوفره في زوز باكويت، عندنا 750 وعندنا 750 غرام وعندنا 500 غرام، دونك رطل و750 غرام. كيف كيف عندنا فدو، عندنا الجاليت اللي قاعدين نشوف فيها قدامنا، جاليت دوغي اللي هي حاجه ممتازه على الاخر. خليك انت تحكي عليها شويه. ايه باش نحكي عليها على خاطر جوك هذا، وانت قاعده في الصالون تتفرج في التلفزه مكونكتة وقاعده شاده بحذاك، مش قالت واحده زوز ولا عشره. والله انا عوضتها برشا حاجات من اللي اكتشفتها، عوضتها بحاجات اللي يسمنوا برشا. صحيح. دونك وانا عندي كل ساعات كي نبدا ستريسي متقلقه حاجه، ماذا بيا كي الجريل حاجه نقرمشها، عاد جو بريفير نقرمش حاجه صحيه خير. وبنينه معناتها بنينه اون بلوس، عوضت لي الخبز انا. صحيح. معناتها تو كي هكا صباح فطور صباح، جو بريفير ناخذ غاليت، معناتها اي حاجه معناتها نحسبها تختين تختينه، مش نحسبها ونحسها صحيه. وبينها في الغاليت نتاعنا تنجم موجوده في زوز انواع، بالملح ومن غير ملح، تنجم تستعملوها في فطور الصباح كي تختين لصغيراتكم، بالشوكولا، بالفروماج، بزيت زيتونه زاده، بالانواع الكل، بالتختين تحبوا عليه انتم الكل. كيف كيف تنجموا زاده صغيراتكم يعملوها حتى تكون سالي، زاد النوع بالملح معناها بصوص البيتزا، تزينوها شويه تون، شويه سكالوب، شويه زيتون، شويه عظام زاده مسموط، معناها تنجموا طلبوا على العزينه قد ما تحبوا انتم. وكيف كيف تنجم تكون زاده بلا تعملوه مثل كي بحالك ضيف ولا حاجه، راهي تعطي كزينه. احنا نقولوا كيما السلات بلانكيت، معناها تنجم تستعملها حتى في شكل سلات بلانكيت، مع في عوض الخبز تحط الجاليت نتاعنا هذا. دي كانابي احنا نسميوها في الاختصاصيين نتاع السالي، يقول لك دي كانابي، الوغ نعملوا دي كانابي هكا، تنجم بالجامبون زاده، تنجم بالفري دي ماير. ديجا نقول لك لي زيدي موجودين، معناتها ديجا انت كي تغزر لها هكايا يجيوك برشا افكار. فهمت؟ خبيا دونك شايف، نخليك تزين التاخت نتاعك. فوالا حطيت الكريم، انا حبيت نوريكم اللي راهي فارينتنا عال العال وشدت روحها كل شيء، البات سكري، حطيت الكريمه وتو باش نبدا نزين في الغله، وهذايا السيغو اللي باش نعملوه من الفوق، ومن بعد عاد نذوقوا وقولوا لي. زين على روحك في انتظار تلتحق بينا
الشيف شيماء باش نعملوا البرغل نتاعنا اللي هو بطريقه مودرن، ماناش هكا البرغل نتاع ناس هكا ناس بكري، هكا البرغل الزمني هذاك كما تعرفوه انتم ونعرفوا انا اليوم عملنا لكم برغل حاجه جديده جديده جديده. شيف شيماء يلا اجا بحذنا يلا.